البلوج اللي اخترته هو بروفيشنال فوتوغرافر، بعرض فيه الفوتوغرافز اللي أنا أصورتهم. اللي عملته هو عملت أدت لهون، غيرت حطيت اسمه وغيرت الفونت وغيرت الكالر، هون غيرت العنوان وحطيت إني specialized in nature و product photography. عرضت مجموعة من الصور اللي أنا مصوريتها حتى تكون عامل جذب لأي شخص بده يفوت على هذا البلوج، يشجعه إنه يكفي ويفتش فيه أكتر. حطيت هون السنة اللي عملت فيها البلوج مع اسمي، مع أنا من وين، من بيروت لبنان. اللي بده يفوت يشوف ماي ورك، بيطلع له كذا فولدر، كل فولدر عنده عنوان حسب محتوى الصور اللي موجودة فيه. عنا البيكنيك، عنا الديتيلز اللي نحنا كتير لازم نهتم لها كفوتوغرافي، عنا البرودكتس اللي منصورهم ومن ضمنهم كمان الفودكا برودكت، عندي النوستالجيا الشي اللي خصو بكل شي قديم، وعندي التاون. التاون هو خصو بالمدن أكتر، يعني التصوير معمارية. اللي بده يعرف أكتر عن هذا البلوجر بفوت على الأباوت مي. بالأباوت مي حطيت صورة بتعبر عني، وحطيت نص صغير بيحكي شوي عن موضوع الفوتوغرافية، كيف وصلت له، بإني كانت بحب التصوير بس إنه ما كنت بروفيشنال بهذا الموضوع. بلشت مارس هوايتي ب 2015 وبعدين طورتها لحديت ما صار عندي هذا البلوج، وصار عندي نهال موسى فوتوغرافي، وأنا فوتوغرافر بحول اللحظات البسيطة لذكرى. اللي بده يتواصل معي بفوت على الكونتاكت، موجود بالكونتاكت اللوكيشن يلي إلي، وموجود رقم التليفون، موجود الإيميل، موجود الفيسبوك أو التويتر، فبيقدر يتواصل معي بأي طريقة.